السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكونكشن وعن ديزاين الاليمنت، وخلصنا المرة اللي فاتت ديزاين الاليمنت كله، واتكلمنا شوية عن الشير كونكشن، عرفنا ازاي بنصمم الشير كونكشن، وتعرفنا مع بعض على اننا عندنا نوعين من انواع البولت، في عندنا اوردينري بولت، في عندنا بري تنشن بولت او اللي هو اللي اسمه هاي سترينث بولت. واتكلمنا شوية عن ان الاوردينري بورت هو بيعتمد على الانضغاط ما بين البليتات اللي بيربطها بينها وبين بعضها، لكن الهاي سترينث بولت بيعتمد على قوة الاحتكاك اللي بتتولد ما بين البليتات اللي انت بتضغطهم مع بعضهم. وقلنا ان عشان يتولد قوة الاحتكاك دول لازم ان انت تربط المسمار ده بترك معين. يعني ايه بترك معين؟ يعني انت بيكون عندك المسمار وفي صامولة، بتدخل الاتنين بليت مثلا اللي انت عايز تربطهم مع بعض، بتحطهم ورا بعض، وبعد كده تدخل المسمار في الثقب بتاعه وتبتدي تربط. في الاوردينري بولت بتروح رابط لحد ما المسمار يقفل، لحد ما الصامولة تقفل معاك. لكن في الهاي سترينث بولت لا، انت بتيجي على الصامولة وتروح مقرط عليها بزيادة. بس لما بتقرط كده بتقرط بعزم زيادة، عزم معين، ولازم العزم ده يكون محسوب. ليه العزم ده لازم يكون محسوب؟ انك لو فضلت تقرط الصامولة، حاجة من الاتنين، يعني مثلا الصامولة هي اللي تتكسر يبقى انت كده خسرت المسمار، او في نفس الوقت راس المسمار هي اللي تتكسر نتيجة التقريط الكتير قوي على الصامولة. فعشان المسمار ما يتكسرش وفي نفس الوقت يقضي الغرض اللي هو معمول عشانه، اللي هو يولد قوة احتكاك ما بين البليتات، فيكون مقاومة الشير او النورمال او المومنت عن طريق قوة الاحتكاك ما بين البليتات. فأجرى اختبارات وعملوا اختبارات شوية عن الموضوع ده، واتضح ان انت كل مسمار ليه عزم معين. هتلاقي في الكود كده في جدول، الجدول ده موجود صفحة 106. بيقول لك ايه؟ بيقول لك البولت ديامتر، يمكن احنا تعرضنا له المرة اللي فاتت، اللي هو قطر المسامير المتاحة في السوق، اللي هما 12 و16 و20 و22 و24 و27 و30 و36. دي الاقطار المتاحه في السوق، موجوده عندنا في السوق المصري، ودي اللي موجوده برضو بالنسبه للكود الامريكي او الكود الاوروبي، نفس الاقطار هي هي. بعد كده بيجي يقول لك البولت اريا، اللي هي مساحه المسمار نفسها. المساحه بتاعه المسمار دي ايه؟ دي المساحه بتاعه المسمار اللي مش مقلوظه، يعني في مساحتين، المسمار نفسه بيكون فيه جزء فيه الوز وجزء التاني ما بيكونش فيه الوز. فالجزء اللي فيه الوز ده الاريا بتاعته اللي هي دي الستريسد اريا، لان البليتات بتكون موجوده في المنطقه اللي فيها الالوز. لكن المنطقه الفاضيه اللي ما فيهاش الالوز دي بنسميها النت اريا او البولت اريا. لما تلاقي مثلا الاريا بتاعه المسمار البولت اريا اكبر من الاستريس اريا، يعني الاريا دي ما تبقاش متخصم منها اي حاجه، تكون اريا السوليد كلها كامله. لو احنا بصينا مثلا في مسمار ام 20 هتلاقي الاريا البولت اريا اللي هي الاريا السوليد 3.14 سنتيمتر سكوير، لكن لو بصيت في الاستريس اريا هتلاقي الاريا بتاعتك اتنين تقريبا 2.5. بص هتلاقي الستريس اريا اقل من البولت اريا، لان يعني في فرق ما بين الاريا بسبب نتيجه الالوظه اللي موجوده في المسمار. هتلاقي بعد كده بيجي بيكلمك في حاجه اسمها بري تنشن فورس. ايه البري تنشن فورس ده؟ انت عشان دي قوه مقاومه المسمار للتنشن. احنا في المسامير دي ليها قوانين، القوانين موجوده في الكود هتلاقيها في الصفحه اللي فوقيها، قوانين موجوده ايه بري تنشن فورس ازاي تحسبها. لكن انا الكود عمل لك تسهيل شويه، وهو راح جه عند كل دايمتر للمسمار وحسبها هو بايديه، واداك الجدول ده عشان يسهل عليك. فالبري تنشن فورس هو جابها لك اللي هي قوه مقاومه المسمار للتنشن. كل مسمار ليه قوه مقاومه للتنشن معينه، هي دي قوه مقاومه المسمار للتنشن. في عندنا حاجه تانية اللي هي اللي انا بتكلم عليها بقى شويه، اللي هي ريكوايرد تورك. ايه الريكوايرد تورك ده؟ هو ده العزم اللي انت بتولده على المسمار بعد اللي هو بتقرط بيه على الصامولة. كل مسمار ليه عزم معين. العزم ده تعرفه منين؟ في ورنش كده معين، اللي هو زي مفك معين كده اللي انت اسمه تورك ورنش، اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو وانت بتقرط على المسمار هو عمال يحسب قوة العزم اللي انت بتأثر بيها على المسمار. فقوة العزم اللي انت بتأثر بيها على المسمار دي هو بيحسبها لك كرقم، الرقم ده وحدته كيلو جرام متر. فلو احنا مثلا بنربط مسامير ام 20 لازم يكون العزم اللي موجود عندي على المسمار 62 كيلو جرام متر. فانا بفضل اقرط على المسمار لحد ما اوصل للرقم ده.
انت الاول بتظبط المفك ده على الرقم ده اللي هو 62 كيلو جرام متر مثلا، تبتدي تقرك. اول ما يوصل للرقم ده يروح المفك اوتوماتيك فاتح، يعني فاتح التقريطه بتاعته، يروح سايب المسمار. فهو مفك الكتروني شويه، بتظبطه على الرقم اللي انت عايزه، على الرقم التورك اللي انت عايزه. انت بتروح لافف، بتلف بايديك عادي خالص اللفه بتاعتك الكامله. هو اول ما بيوصل للتورك المعين اللي انت ظبطه عليه بيروح سايب المسمار اوتوماتيك. فالمسامير دي غاليه بسبب الحاجات الريكويرمنتس اللي هي بتبقى مطلوبه منها اللي انت دايما محتاج ان انت تعمل له تورك معين، لازم تربطه بعزم معين. فطبعا ده محتاج مفك معين، المفك ده ليه تمن طبعا، وتمنه غالي. غير كده اللي هو الاختبارات اللي بتتولد عليه، يعني انت بعد ما التشيك بتاعه، وبعد ما انت ركبت المسمار تيجي تعمل عليه التشيك، اللي بيجي يستلم مثلا في الموقع بيعمل التشيك، التشيكات بتاعته كتيرة ومش سهلة، عكس الاوردينري بولت. الاوردينري بولت مش فارق معايا، اتربط عادي اتربط مش عادي، المهم الصامولة ربطت على البليت وخلاص، ده اللي مش فارق معايا. لكن مش فارق معايا اللي هنا في الهاي سترينث بولت، الصامولة اتربطت بترك معين، فدي تفرق معايا شوية في في الاستلام في الموقع. طيب بعد كده بيجي يقول لي حاجة اسمها بي اس. ايه البي اس دي؟ وهي قدرة مقاومة المسمار على مقاومة الشير. هو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الشير كونكشن، في الاوردينري بولت بالنسبة للشير كونكشن، ولكن هنا الدنيا مختلفة شوية عشان في ترك. البري تنشن فورس بدل ما كانت اسمها الار تنشن بقت اسمها تي، بس الار شير بتاعتنا بتاعت الاوردينري بقت اسمها هنا بي اس. فالمصطلحات اتغيرت شويه، والدنيا بقى متغيره شويه بسبب الريكويرمنتس المتطلب بيها في الهاي سترينث بولت. طبعا الهاي سترينث بولت هي مسامير اقوى بكتير، بس اغلى بكتير من الاوردينري بولت. الهاي سترينث بولت ما فيهاش غير تو جريدز اللي هم 8 و8 اللي مكتوب هنا ده، و10 و9 اللي مكتوب هنا، عكس الاوردينري بورت اللي فيه كل الجريدز بما فيهم الثمانية والثمانية والعشرة والتسعة واللي احنا تعرضنا لهم المرة اللي فاتت. في حاجة تانية أحب أقولها برضو، اللي الجدول ده بيتعامل مع جريد 10 و9 بس. لو أنا عايز أي قيمة من الجدول دي أخدها للجريد 8 و8 لازم أضربها في 7 من 10. بيقول لك لو أنت اشتغلت على جريد 8 و8 هنا في الكود، قلل كل القيم دي بنسبة 30%، فأي قيمة تاخدها في الجدول تضربها في 0.7 عشان تبقى مناسبة لجريد 8 و8. زي ما احنا هنرجع تاني، اللي احنا عندنا حاجه اسمها بي اس، ودي قوه مقاومه المسمار للشير. البي اس دي بيجي يقسم لك الجدول لجزئين، حاجه للبريدج وللكرين، وحاجه تانية للاوردينري ستيل ورك اللي هي مثلا زي عندنا الفريمات او المصمم. وبعد كده بيجي يقول لك لو الستيل بتاعك 37 او 42 او 44 ليه قيم معينه، لو الستيل بتاعك 50 او 55 ليه قيم معينه، من 50 ل 55 ليه قيم معينه. لو السي بتاعك 37 فاحنا هتيجي تلاقي عندك في حاجه اسمها كيس 1 وكيس 2. انت شغال في انهي كيس؟ هل انت في كيس 1 ولا في كيس 2؟ طبعا احنا اتفقنا في الموديل بتاعنا احنا بندخل اللود كومباينيشن بتاعتنا مضروبه في 0.833. معنى كده ايه؟ ان انا دايما بشتغل على الكيس 1 ده بالنسبه للموديل بتاعنا. طب نفترض واحد دخل في الموديل الكومباينيشن بتاعته مضروبه كلها في واحد، مفيش سكيل فاكتور، وهو جاي وعمل حسابه اللي هو بيتشيك الاليمنت وهو بيتشيك الكونكشن وهو بيتشيك اي حاجه، هيضرب في الفاكتور اللي الكود سامح له بيه اللي هو يضرب الالاوبل في 1 و2. لكن هنا اهو هيجي هنا اهو هيواجهه بقى ايه اللي هو لازم يشتغل على كيس 2 في الحاله لو هو كان واخد الانترنال فورسز بتاعته من كيس 2. اتفقنا يعني ايه كيس 1 وكيس 2؟ كيس 1 اللي هي الحالات اللي بيبقى فيها الديد لايف بس، الكيس 2 اللي هي الكيسز اللي بيبقى فيها التمبريتشر او الويند، سواء ويند اكس او ويند واي، او لو عندك ايرثكوت، او لو عندك اللاترال شوك بتاع الكرين. فده الكيس 2. احنا اتكلمنا الفرق ما بين كيس 1 وكيس 2. كيس 2 بنضرب الالاوبل في 1 و2، لكن في كيس 1 بنسيب الالاوبل زي ما هو ما بنضربوش 1 و2. فهنا البريتنشن فورس بيتقسم على حسب الجريد بتاع الستيل، وعلى حسب هل انت كيس 1 ولا كيس 2. طبعا القوانين اللي تحت دي قوانين ازاي تجيب البريتنشن فورس، وازاي تجيب البريتنشن فورس من هنا، وازاي تجيب البي اس اللي هو الفريكشن فورس. زي ما انا قلت لك في ملحوظه مكتوبه في الكود كده في الاخر، لو انت بتشتغل على هاي سترينث بولت جريد 8 و8 لازم تقلل كل القيم الموجوده في الكود دي بنسبه 30%. يبقى احنا كده اتعرفنا مع بعض المره اللي فاتت على الاوردينري بولت وايه هي الاوردينري بولت، اتعرفنا المره دي على الهاي سترينث بولت وايه هي الهاي سترينث بولت وايه الريكويرمنتس اللي بتبقى متطلب بيها. هنبتدي بقى نتكلم عن الكونكشن نفسها. المره اللي فاتت اتعرضنا ازاي نصمم شير كونكشن كامله. شير كونكشن طريقتها سهله، ما فيهاش حاجة، مجرد ان انت بتجيب الار شير
قوة مقاومة المسمار للشير وقوة مقاومة المسمار للتنشن، انت تقدر تعملها يدوي وانت قاعد في ثانية واحدة تعرف تجيب الوصلة بتاعتك هتستحمل كام مسمار في الشير وكام مسمار في التنشن. لو الوصلة بتاعتك سواء كانت شير او سواء كانت تنشن، لو الوصلة بتاعتك بتشيل شير وتنشن فالكود بيديك معادلة يعمل كومباينيشن ما بين الشير والتنشن. فالموضوع بالنسبة للشير او التنشن بس، مواصلة بتقاوم شير او تنشن، الموضوع بسيط جدا. طبعا عايز اقول حاجة، بالنسبة لو احنا شغالين في الموديل اي حاجة عاملين لها ريليز فدي شير كونكشن، اي حاجة مش عاملين لها ريليز في الموديل فدي على طول مومنت كونكشن. احنا اتكلمنا على الشير كونكشن وعرفناها وعرفنا كل متطلباتها وازاي نعمل تشيك عليها وازاي نختار عدد المسامير. دلوقتي عايزين نتعرض لعندنا المومنت كونكشن، ازاي نعرف المومنت كونكشن او ازاي نصمم المومنت كونكشن. هبتدي اشرح لك دلوقتي تصميم المومنت كونكشن يدويا. التصميم ده مش هنحتاجه كتير، التصميم اللي انا بكون هدف من الشرح اليدوي ايه، عشان لما تيجي تخش على اكسل تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ما تكونش بادئ الاكسل وانت مش عارف انت النولج اللي عندك عامله ازاي. لازم تكون عندك نولج معينه تعرف تستخدمها في الاكسل بتاعتك، سواء اكسل او سواء برامج ديزاين كونكشن. طبعا احنا هنتعرض في الكورس بتاعنا على كذا برنامج ديزاين كونكشن، فانا لازم اقول لك البيزكس بتاعه الديزاين بتاعه الكونكشن نفسها. اول حاجه في الديزاين بتاع الكونكشن عندنا، احنا شرحنا شير كونكشن خلاص، عندنا في الريجل كونكشن. ايه هي الريجل كونكشن؟ هنتعرف عليها دلوقتي. ايه هي انواع الريجل كونكشن؟ عندنا نوعين من الريجل كونكشن، عندنا نوع بيبقى ويلدد والنوع التاني بيبقى بولتد. يا اما الريجل كونكشن تبقى كلها ويلد، تبقى جايه متلحمه جاهزه من الموقع من المصنع، او سواء انت هتعمل ريجل كونكشن في الموقع هتعمل سايت ويلد. يعني ايه يا باشمهندس سايت ويلد ده؟ يعني انا هجيب جزء من الفريم متلحم مع بعضه او متمصمم مع بعضه ايا كان، هجيب جزء تاني هقسم المبنى ده نصين، والنصين دول هاجي في الموقع واروح ملحمهم مع بعض. طالما لحمتهم مع بعض انا كده عملت، وانا الوصل اللي انا بصممها دي معتبرها ريجل كونكشن، فانا اعتبر الريجل كونكشن بتاعتي في الحاله دي ويلد. طب لو انا هجيب جزء من الفريم، جزء من المصنع مثلا اللي انا ببنيه متلحم مع بعضه والجزء التاني متلحم مع بعضه، وهاجي في الموقع هروح بمسمارهم مع بعض، الوصله دي اتحولت معايا بدل ما كانت ويلدد بقت الوصله بتاعتي بولتد، عشان هي وهي ريجيد في نفس الوقت. عندنا تو تايبس من الريجيد كونكشن، بولتد والويلدد. هل ده يا باشمهندس ما بينطبقش على الشيك كونكشن؟ لا، برضه بينطبق على الشيك كونكشن. سواء عندك الوصله بتاعتك بتشيل الوصله اللي انت عايز تصممها شير كونكشن، ممكن تعملها بولتد وممكن تعملها ويلدد. الديزاين بتاع الويلد ده بينطبق على الشير كونكشن والمومنت والريجل كونكشن. في الشير كونكشن انت هتصمم على قوة الشير بس، واللي بيقاوم الشير واللي الويلد اللي بيقاوم الشير دايما هو الويب بس، لان الويب هو اللي بيشيل الشير في اي ايليمنت. لكن في المومنت الشير، لو انت عندك مومنت فانت اوريدي عندك شير فورس، فيبقى عندك مومنت فورس وشير فورس. المومنت فورس اللي بيشيلها الفلانجات، لكن الشير اللي بيشيلها الويب. فانت في الريجل كونكشن دي الفورسز عندك بتتقسم على الويب والفلانج، عكس لو كان شير كونكشن فانت الفورس كلها رايحه في الويب بس. تعال نتعرف مع بعض كده ايه الريجل كونكشن. الريجل كونكشن ليها نوعين من انواع الريجل، من الويلد كونكشن في الريجل ليها نوعين، عندنا في نوع اسمه فيلت ويلد، وعندنا في نوع فول بنتريشن جروف ويلد. النوعين دول ايه الفرق ما بين الفيلت ويلد والفول بنتريشن جروف ويلد؟ الفيلت ويلد بص زي ما انت شايف كده، هو ما هو الا بيبقى خط لحام بتحطه ما بين يعني ما بين الاثنين بليت اللي انت بتلحمه. لكن الفول بنتريشن او اللي اسمه جروف ويلد، انت بتعمل ايه؟ بتيجي البليت بتاعك عندنا هنا اهو، وبعد كده تروح جايه في الاخر عامل له شنفر. الشنفر ده بيبقى بزاويه من 30 ل 45 درجه، وبتملى المنطقه دي كلها كده اهو بالحام. الفول بنتريشن جروف ويلد ده بيعتبر تكمله للقطاع. يعني ايه تكمله للقطاع؟ يعني لو القطاع هنا اهو بيشيل، عايز تخلي كانك جاي، لو انت عايز تشتري قطاع بالشكل ده كده اهو على بعض، عمود طالع منه زي الاتنين بليت، عايز تجيبهم من المصنع كده على بعض، الجروف ويلد ده يعتبر لك ان القطاع ده والقطاع ده على الرغم ان هم ملحومين، لا يعتبر لك ان القطاعين دول حاجه واحده، كانك جبتهم من المصنع جاهزين وهم ملحومين، بس يعتبرهم لك حاجه واحده، كانهم مظبوطين مع بعض، كان الاستيل مظبوط مع بعض اصلا في بالشكل ده.
فده الفول بنتريشن جروف ويلد. الفول بنتريشن جروف ويلد ملهوش تصميم، التصميم لانك بتعتبر القطاع مكمل، القطاع بتاعك حاجه واحده ما ثابت، انت جبت خام الحديد ورحت صبيته بالشكل ده، ده الفول بنتريشن جروف ويلد. لكن الفيلت ويلد لا بيختلف، ده بيبقى عليه تشيك، لان انت بتحط خط الحام ما بين البليتات وبعضها. طب تعالى نتعرف ايه هي المومنت كونكشن اصلا. لو انت عندك مالتي ستوري بيلدينج بالشكل ده، فانت الدور ده انت عايز تخلي الوصله ما بين الدور والعمود، ده مومنت كونكشن. المومنت كونكشن زي ما قلت لك، لا اما تبقى بولتد لا اما تبقى ويلدد. البولتد ده بيبقى ايه؟ لو انت عايز بتعمل هنا اند بليت وتحط مسامير بالشكل ده، وهنتكلم عليها بالتفصيل. والويلدد زي ما احنا اتكلمنا، ان احنا بنحط الحام ما بين الكاميرا والعمود. طيب حلو قوي، ده شكل البولتد لو هنحتاجه برضو، بس لسه كمان شويه. لكن احنا عايزين نتكلم يعني ايه ريجيد كونكشن اصلا. الريجيد كونكشن المعنى الحقيقي ليها هو ان لما الزاويه ما بين التو ممبرز اللي بينهم كونكشن، الزاويه ما بينهم تفضل 90 درجه بعد حالات التحميل. لما دي قبل حاله التحميل كانت الكاميرا مع العمود الزاويه ما بينهم 90 درجه، بعد حاله التحميل الزاويه ما بين الكاميرا والعمود حوالي 90 درجه. هي طبعا ما بتكونش 90 بالظبط، هي بتبقى 90 زائد او ناقص الفا اللي احنا بنتكلم عليها دي. الالفا دي يعني ممكن تبقى 80 70 وممكن تبقى 100 120. كل ما الالفا دي تقل، كل ما الزاويه دي تكون ريجيد كونكشن. معناها ايه؟ كل ما الزاويه، كل ما الكونكشن دي تكون ريجيد كونكشن، كل ما الزاويه ما بين الكاميرا والعمود تكون 90 درجه، كل ما الكونكشن دي تكون ريجيد، ما تكونش فليكسبل. كل طبعا ما العلاقه ما بين الكاميرا والعمود تكون الزاويه فيها اكبر من 90 درجه او اقل من 90 درجه، كل ما الكونكشن بتاعتي تكون فليكسبل كونكشن مش ريجيد كونكشن. فاحنا عندنا 3 تايب من الكونكشن. عندنا فليكسبل كونكشن. ايه الفليكسبل كونكشن دي؟ لو انت خدت بالك دي الشير كونكشن اللي احنا صممناها، اللي دايما المسامير بتاعتها بتبقى في الويب، ما بتبقاش معديه الفلانش، تبقى دايما تحت الويب، تحت الفلانش كل المسامير بتاعتها بتبقى في الويب. في عندنا حاجه اسمها سيمي ريجيد كونكشن، ودي اللي هي بتبقى شبه الريجيد كونكشن بالظبط، اللي هي بتبقى المسامير بتبقى معديه، بتبقى ماسكه الفلانجه بتاعتي، ولكن بيحصل ديفورميشن بالنسبه للكاميرا مع العمود، والزاويه ما بينهم ما بتكونش 90 درجه، بتكون اكبر او اقل من 90 درجه. في بقى حاجه اسمها ريجي كونكشن بيور، دي بتبقى نتيجه ان الاند بليت بتاعي بيبقى تخين، المسامير بتاعتي بتبقى كبيره، فبيبقى بينتج عن الحاله دي ان انا العلاقه ما بين الكاميرا والعمود، العلاقه دي بتبقى ريجيد كونكشن، تبقى الزاويه 90 درجه، وبتبقى الكونكشن بتاعتي ريجيد، بيور ريجيد كونكشن. دول الثلاث حالات بالنسبه للريجيد كونكشن. عندنا فليكسبل كونكشن دي اللي هي الشير كونكشن، عندنا سيمي ريجيد كونكشن وده نتيجة الاند بليت بتاعي بيبقى رفيع او المسامير بتاعتي بتبقى ضعيفة، بتبقى خطرها صغير. عندنا اللي هي الريجيد كونكشن البيور، دي نتيجة ان السمك البليت بيبقى كبير او المسامير بتاعتي بتبقى تخينة مش رفيعة. طيب حلو قوي، احنا كده اتكلمنا على الثلاث انواع بتاعة الريجيد كونكشن. طيب طبعا احنا اتفقنا ان احنا عندنا في بولتد ريجيد كونكشن اللي هي دي، وفي ويلدد ريجيد كونكشن. عايزين بقى نتكلم عن الديزاين بتاع الويلد في الريجيد كونكشن. لو انا عندي العلاقه ما بين الكاميرا دي والعمود، العلاقه ما بينهم هي ريجيد كونكشن. يعني ايه ريجيد كونكشن؟ يعني انا جيت دخلت في موديل السب، ما عملت لهمش ريليز، جيت بصيت على الممبرز لقيت ان في، بصيت على ممبر الكاميرا دي بيتولد في الحته دي، لقيت اللي بيتولد عندي مومنت وشير ونورمال مثلا. فانا اتولد عندي مومنت بالشكل ده، شير بالشكل ده، نورمال فورس سواء تنشن او كومبريشن بالشكل ده. لو انا عايز اصمم اللحام بتاعي، اول حاجه بروح اعملها بروح ان انا افرض شكل اللحام. مش ده اي بيم، فاكيد انا هحط اللحام فوق الاي بيم، فوق الفلانجه من فوق على الفلانجه من تحت، وعشان انا عندي الويب فالفلانجه من تحت مش هتبقى اللحام بتاعي بطول الفلانجه، لا هيكون بجزء صغير من الفلانجه اللي هو بعيد عن الويب، وعندي خطين لحام جنب الويب. هو ده اللي عملته، ان انا فوق الويب فوق الفلانجه في خط لحام، تحت الفلانجه في خط اللحام اللي هم دول، وسبت المسافه اللي هي بتاعه الويب. طبعا الويب فيه بيبقى فيه كيرفتشر كده ما بين الويب والفلانجه، فسبت مسافه مكافيه. المسافه دي عشان احكمها فاروح انا بفرض طول اللحام تحت الفلانجه 0.4 من عرض الفلانجه، فكده اقدر احكم المسافه اللي هي بتبقى الكليرنس اللي فاضل من الفلانجه بعيد عن الويب. بعد كده بفرض خطين اللحام اللي هو بيبقوا حوالين الويب، عشان برضو اكون منصف وما اخدش في اعتباري الكيرفتشر اللي بيبقى ما بين الويب والفلانجه، فباخد
الطول بتاع اللحام بتاع الويب بيبقى 0.8 من الديب من طول الويب. طيب تمام قوي كده. تاني حاجه بروح فرضها اللي انا عايز افرض سمك اللحام على الفلانجه، سمك اللحام على الويب، هل افرض الاثنين سمك واحد ولا افرض ده سمك وده سمك؟ الطريقتين صح، مش هقدر اقول ده غلط. بس اهم حاجه وانت بتفرض سواء سمك اللحام على الفلانجه او سواء سمك اللحام على الويب، اهم حاجه تفرضها وتاخدها بالك، تاخدها في اعتبارك ان سمك اللحام لا يزيد عن سمك الحاجه اللي انت بتلحمها. يعني ايه اقل سمك؟ طبعا من الحاجه اللي انت بتلحمها. لو انا بلحم الاي بيم دي، لو انا بلحم الويب، فانا لازم سمك اللحام بتاع الويب يكون اقل من السكنس بتاع الويب، وسمك اللحام بتاع الفلانجه لازم يكون اقل من التي بتاعت الفلانجه. يعني السمك بتاع الفلانجه، السمك بتاع اللحام بتاع الفلانجه اقل من سمك الفلانجه نفسها. ده لازم تفرده في الاول. بعد كده هبتدي افكر في الفورسز. لو انا عندي المومنت بالشكل ده، مش المومنت ده لو انا قسمته على الدبس ده هيديني تنشن فوق وكمبريشن تحت، هتيجي ان ديل السهم فوق فيديني تنشن فوق وراس السهم تحت فيديني كومبريشن تحت، كويس قوي. وانا في الفلانجه اللي فوق عندي في تنشن فورس، في الفلانجه اللي تحت عندي في كومبريشن فورس. التي بي او السي بي دي القانون بتاعها ايه؟ هقول المومنت على الدبس، وهو ده اللي عملناه في اول حاجه. اللي انا جيت عند التي بي قلت المومنت على الدبس. طب تعالى نشوف، لو انا عندي هنا اهو تنشن، تنشن او كومبريشن بالشكل ده، لو انا عندي تنشن، لو انا عندي تنشن في الكاميرا دي، فانا التنشن بيبقى متاثر في السي جي بتاع القطاع. لو انا عايز اقسم جزء على الفلانجه وجزء على الويب اعمل ايه؟ هاخد نص التنشن في الفلانجه العلويه، نص التنشن التاني في الفلانجه السفليه، واشوف اتجاه التنشن بتاعي. هل اتجاه التنشن في نفس اتجاه التي بي؟ فانا كده في الحاله دي هجمع التي بي مع التنشن على الاثنين، هو ده اللي عملناه في اول فلانجه، ان التي بي قلت الام على الدي بي زائد التي اللي هو التنشن بتاعي على الاثنين. لا انا ما عنديش تنشن، انا عندي كومبريشن. في الفلانجه العلويه هيبقى الام على الدي بي برده، وده هيولد لي تنشن في الفلانجه العلويه، ولكن ناقص الكومبريشن على الاثنين، لان الكومبريشن اتجاهه هيبقى عكس اتجاه التنشن اللي هيتولد على الفلانجه العلويه. الكومبريشن هيكون في الاتجاه ده لكن التنشن في الاتجاه ده. نفس الكلام بالنسبه للفلانجه السفليه، فامتى يكون ام على الدي ناقص التي على الاثنين اور الام على الدي زائد الان على الاثنين. يبقى انا في الحاله دي عرفت الفورسز اللي بتاثر بيها الفلانجه والفورسز ده بالنسبه للفلانجه العلويه او الفلانجه السفليه. هيجي بقى هيجي حاجه اللي انا ما خدتش في اعتباري تاثير الشير لغايه دلوقتي. قلت لك اللي بيشيل تقريبا 95 او 98% من الشير هو الويب، فالويب بتاع القطاع ده هو اللي بيشيل الشير ده كله، فيبقى اللحام اللي على الويب اللي بيشيل هو ده مسؤول عن انه يشيل الشير ده كله، عشان كده ما دخلتوش في حسابات الفلانجه. يبقى الفلانجه بتاعتي بتشيل مومنت اللي هو بيتقسم على الفلانجه العلويه والسفليه، وكمان بيشيل نورمال سواء تنشن او كومبريشن. حلو قوي الكلام ده. بعد ما انا جبت التي بي والسي بي ابتدي احسب الاريا بتاعت اللحام بتاعتي. فانا باجي بقول الاريا بتاعت الويب بتاعت الفلانج، بروح قايل ايه؟ الاس بتاعت الفلانج، الاريا بتاعت الفلانج سوري، بتساوي سمك الفلانجه في، انت بتقول اريا يعني سمك اللحام، السمك بتاع اللحام في ده مستطيل يبقى الطول في العرض. هتقول الدي بي البي بي في الاس بتاع اللحام، بس ده مضروب في اتنين لان في الفلانجه علويه وفي فلانجه سفليه، زائد 0.4 البي في الاس بتاعت الفلانجه، بس دي مضروبه في 4 لان عندك جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا. يبقى انت في الحاله دي جبت الاريا بتاعت الفلانجه. طيب الاريا بتاعت الفلانجه دي قلت لك ايه؟ الفلانجه لما تشيل تي بي او سي بي، تروح طبعا انت واخد القيمه الاكبر من التي بي او السي بي وقاسمها على الاريا بتاعت الفلانجه. انت كده هيطلع لك من الحسبه دي رقم بالطن على السنتيمتر سكوير. طبعا انت هنا عندك الفورسز دي كلها بالطن، انت خلي الاريا بالسنتيمتر سكوير وحاول يبقى الرقم اللي عندك طالع لك بالسنتيمتر سكوير. الرقم ده المفروض عشان تعرف هو سيف ولا انسيف، القوه اللي بتاثر الاسترس اللي بيأثر على الفلانجات بقارنه بالاسترس الاوبل، الاسترس الاوبل بتاع اللحام اللي هو 0.2 اف التمت. شوف الاف التمت بتاع الاستيل بتاعك، لو الاستيل بتاعك 37 فانت الاف التمت بتاعتك 3.6، يبقى 0.2 في 3.6 هتدينا 0.72 طن على السنتيمتر سكوير. يبقى انا احنا عندي هنا اهو هو ده الالاوبل بتاعي بتاع اللحام ده بالنسبه للفلانجات. لو الالاوبل ده طلع انسيف، لو انت سمك الفلانج عندك 10 وانت واخد السكنس بتاع اللحام 8، طلع عندك التشيك ده انسيف، تروح عامل ايه؟ تروح مكبر السكنس بتاع اللحام بتاعك يوصل ل 10، لان انت ما تقدرش اصلا تكبر العرض بتاع اللحام،
ان العرض بتاع اللحام ده اللي حاكمك بيه اللي هو قطاع الاي بي، فانت هتبتدي تكبر السيكنس بتاع اللحام. لما تبتدي تكبر السيكنس بتاع اللحام وتعمل التشيك بتاعك كمان مره، لو طلع معاك انسيف عندك حلين بصراحه، مش عندك حل واحد. الحل الاسهل ان انت تعتبر اللحام بتاعك فول بنتريشن جروف ويلد اللي هو اتكلمنا عليه من شويه، اللي انت بتيجي في اخر الكاميرا هنا اهو، وبدل ما تحط خط اللحام لا انت بتيجي في اخر الكاميرا وتعمل شنفر بزاويه 45 تقريبا او من 30 ل 45، والشنفر ده تمليه لحام، وتعتبر القطاع في الحاله دي انت القطاع بتاعك كانه مصبوب على بعضه، العمود مصبوب بالكاميرا على بعضها. ده الحل الاسهل. الحل الاوفر ان انت تيجي تحط ستيفنر، ان انت تيجي فوق الكاميرا كده وتحط ستيفنر بطول مثلا 40 مللي ولا حاجه، والستيفنر ده تروح حاطط عليه خطين لحام يمين يمين وشمال، فيبقى في هنا خط لحام وهنا في خط لحام زياده، وتحت مثلا خط لحام وخط لحام زياده. لما تيجي تحسب بقى اللحام على الفلانجه، فانت هتاخد كل اللحام اللي فوق كل اللحام اللي تحت، فانت كده زودت طول وسيكنس اللحام في نفس الوقت. فكده يبقى احنا اتكلمنا على بالنسبه للفلانجه. طب بالنسبه للويب، الويب زي ما انا قلت لك، الويب كل الفكره فيه ان انا بجيب الاريا بتاعت اللحام بتاعت الويب اللي هو سيكنس اللحام في البوينت 8 الدي بي، بس دي مضروبه في 2 لانهم خطين لحام. بعد ما انا جبت الاريا بتاعت اللحام في الويب، اروح قاسم الشير بتاعي، جاي قاسم الشير بتاعي على الاريا بتاعت اللحام في الويب. ليه قسمت الشير بس؟ لان انا قلت لك الويب هي المسؤوله عن انها تشيل الشير في القطاع. جبت الستريس بتاعي بطن على سنتيمتر سكوير، اقارنه بوينت 2 اف التيميت اللي هو بوينت 2 وليكن في 3.6 عشان لو انا شغال بستيل 37، فيطلع لي هل لو هو اقل من بوينت 72 يبقى انا كده التشيك بتاعي صح والسيكنس بتاعي اللي انا واخده صح، فما عنديش فيه مشكله. لو هو انسب طبعا بنلجا للحل اللي انا قلت لك عليه من شويه، اللي انت لما تحط ستيفنر لما تشتغل بفول بنتريشن ويل. طيب تمام قوي. انا هنا قلت لك دايما بيبقى يعني دايما بيواجهك مشكله اللي عندك الفلانجه بتاعتك بتبقى انسيف، ممكن بتستخدم فول بنتريشن جروف ويل، ولكن الويب دايما على طول بتبقى سيف على السيكنس اللحام اللي انت بتحطه، فدايما هنستخدمه في الفليت ويلد. ده بالنسبه للطريقه دي. لو انت مش عايز تستخدم دايما الفليت ويلد، يبقى انت هتحط ستيفنر فوق كده وستيفنر تحت كده، هو ده اللي هيساعدك في انك تشيك في انك تخلي التشيك بتاع الويلد سيف. في حاجه عايز اقولها برضو هنا اهو وانوه عليها، ان ده اولا ده الانديكيشن بتاع الويلد، اللي انت تحط نص سهم فوق والنص التاني بتاع السهم تحت. معناه ايه ان السهم ده على بعضه؟ معناه ان انت عامل فيلت ويلد واحد في الاتجاه، واحد في الناحيه دي وواحد في الناحيه اللي وراه، يعني في خطين لحام حوالين الويب. لو انت كنت عامل راس سهم واحد، لو انا خبيت راس السهم اللي تحت كده، لو انت عامل راس سهم واحد معنى كده ان انت لاحم في ناحيه واحده بس من الويب، فخلي بالك من الرموز دي واحنا شغالين عليها. عايز اقول حاجه تانية برضو، ان الفيلت ويلد ارخص بكتير جدا من الفول بنتريشن جروف ويلد. اول حاجه الفول بنتريشن جروف ويلد محتاج تشيكات كبيره قوي عشان تتاكد ان اللحام تغلغل في كل المنطقه دي، تعمل الترا سونيك تيست، بتعمل تشيكات كتير قوي، بتعمل سونيك تيست، في حاجات في كذا تشيك عشان تتاكد بيه ان انت عندك اللحام تغلغل بالكامل، ما فيهوش اي فقاعات، ما فيهوش اي عيوب، عشان تعتبر كل الشكل ده اتصب مع بعضه. عكس الفليت ويلد انت بتتاكد بس ان ما فيهوش فراغات، اللحام بتاعك بيبقى كونتينوس، بيبقى سموث، يعني بتبقى الدنيا اسهل شويه وكمان ارخص، لان يعني الفليت ويلد ارخص بكتير من الفول بنتريشن جروف ويلد. الفول بنتريشن جروف ويلد بيحتاج عماله وبيحتاج مجهود في ان انت تشكله اصلا. ده بالنسبه للفليت ويلد والفول بنتريشن جروف ويلد. بيطلع عندنا في المومنت كونكشن ثلاث انواع من الفيلير، وفي فيلير بيتولد في التنشن زون، الفيلير الثاني بيتولد في الكومبريشن زون. تعال نعرف الفيلر اللي بيتولد في التنشن زون كده، وهو الفيلر ده اسمه كولوم فلانج بيندنج. ايه الكولوم فلانج بيندنج ده، او البيندنج اوف كولوم فلانج اللي انت هنتكلم عليه بالتفصيل، خلينا ده نعرفه كده، وده بالنسبه للتنشن زون عشان الكلام ده هيتكرر تاني في البولتد كونكشن. ده الفيلر بالنسبه للريجيد كونكشن عموما سواء بولتد او ويلدد، ده مش فارقه معانا هل نوع الكونكشن بولتد ولا ويلدد، ده بتتفرق معانا اللي انا عايز اعمل كونكشن مسيفه، ده الفيلير بتاع الريجي كونكشن ان جنرال. ده بالنسبه للفول ده بالنسبه للريجي كونكشن. التنشن زون بيتولد عندنا كولوم فلانج بيندنج، لكن الكومبريشن زون بيتولد عندنا ثلاث انواع من الفيلير.
اول واحد اللي هو كريبلينج اوف كولوم ويب، تاني واحد اللي هو اليلدينج اوف كولوم ويب برضو، تالت واحد اللي هو سايد سوي باكلينج اوف كولوم ويب. طبعا في اللي تشيك التالت اللي هو في الشير زون، وده بيتولد برضو نتيجة ده بيبقى حاجة نتيجة التنشن والكمبريشن اللي بيحصل على القطاع، فبيبقى في حاجة اسمها ويب ديستورشن. تعال نتكلم كده هو واحدة واحدة عن كل واحد فيهم. لو انا هتكلم كده اهو عن اللوكال فلانج بيلدنج، ده بيتولد في المنطقة دي اللي هو المنطقة اللي بيحصل فيها التنشن بتاعت الفلانج. لو هنتكلم عن المنطقة بتاعت الكمبريشن فلانج، بيتولد عندنا ثلاث انواع من الفيلير اللي هو الكريبلينج اوف كولوم ويب، او اليلدنج اوف كولوم ويب، او سايد سوي باكلينج اوف كولوم ويب. لو هنتكلم في المنطقة بتاعت الشير وهي المنطقة بتاعت الويب دي، فبيتولد عندنا حاجة اسمها الويب ديستورشن. تعالى كده نمسك واحدة واحدة ونعرف يعني ايه كل حاجة جوه. اول حاجة هنتكلم عليها في التنشن زون. التنشن زون بيتولد عندي الكولوم فلانج بندنج، يعني ايه بقى؟ يعني ايه اللي انا بتكلم فيه ده؟ الكولوم فلانج بيلدنج ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انا عندي الكاميرا نتيجة اللي هي بتتشد في الاتجاه ده، فراحت خدت معاها الفلانجة بتاعة العمود، فحصل بيندنج بالشكل ده. البيندنج ده عشان امنعه، البيندنج ده ليه حسبة كده في الكود، ده بيتوقف على السكنس بتاع الفلانجة بتاعة العمود. لو السكنس بتاع الفلانجة بتاعة العمود كبير فهو مش هيحصل له البيندنج ده، لكن لو السكنس ده ضعيف وصغير فهو هيحصل فيه البيندنج ده. فالكود بيديك المعادلة دي اللي هو بيقول لك التي بتاعت العمود، الفلانج بتاعت العمود لازم تكون لو هي اقل من 0.4 على في الجذر التي بي اللي هي الفورسز اللي متولدة على 0.58 اف فيلد، فالكولوم فهيحصل كولوم فلانج بندنج، هيحصل الفيلير ده. فانت لازم تكبر سيكنس الويب، سيكنس الفلانج بتاعت العمود. طب تكبر سيكنس الفلانج بتاعت العمود بكذا طريقة. اول طريقة اللي انت تروح حاطط بليت لازم يعني لحمه في ظهر في الحتة بتاعت التنشن زون، دي اول طريقة. طب تاني طريقة، طبعا البليت اللي انت بتلحمه ده بتلحمه في الناحية دي وفي الناحية التانية، يبقى في الشكل ده لو انت بتتكلم في السايد فيو، او لو انت بتتكلم في البلان هيبقى بالشكل ده. طبعا البليت ده ليه حسبة اللي هو عن طريق الحسبة دي. انا مش عايز ادخلك في حسابات كتير، دايما البليتات اللي انت تاخدها في اي تسييف تشيك بتاعة الماونت كونكشن، كل البليتات اللي بتتكلم عليها لو انت خدت بليت 10 مللي فانت هتسيف كل حاجة ايا كان اي حاجة، دايما هتلاقي بليت ال 10 مللي ده مسيف اي حاجة. فمش عايز ادخلك في حسابات كتير. لو انت البليت اللي انت بتتكلم عليه لو انت هتستخدم الطريقه دي، يعني انا ما بفضلش الحركه دي بس اقول لك افضل اني فيهم، لو انت هتحط بليت في ظهر الفلانجه، في ظهر الفلانجه بتاعت العمود، فانت خد البليت ده 10 مللي على طول، ما تدخلش نفسك في حسابات كتير عشان ما تتعبش. طيب بعد ما انت هتحط البليت ده، ده اول طريقه. تاني طريقه اللي انت ممكن تيجي في المنطقه بتاعت التنشن زون، ولو انت عامل القطاع بيلت اب، تروح جاي مخلي الحته دي الفلانجه فيها السمك بتاعها اكبر من بقيه المناطق التانيه. دي طريقه تانيه وما فضلتش برضو الطريقه دي. الطريقه التالته بقى اللي هي الاحسن والافضل، ان انت تحط ستيفنر، تروح جاي ماسك بستيفنر الفلانجه دي بالفلانجه التانيه بالود، يبقى انت كده حطيت حاجه ماسكه لك كل الدنيا ببعضها. طب انا عايز يا باشمهندس اعرف هل احطه بالطول كله او ولا احطه بطول معين؟ لو انت عايز تخليه بطول معين، حاول ما تقلش عن نص الدبس بتاع الويب. يعني لو انت هتحط الاستيفنر بطول معين لازم يكون اكبر من نص الدبس بتاع الويب. انا افضل انت تحطه بكامل الطول وتريح دماغك، يعني لو انت عايز تريح دماغك وتخلص. لو انت واجهتك مشكله يبقى ما تزود، يعني ما تقلش عن نص الطول بتاع الويب. طيب هل اختار بقى سمك الاستيفنر ده نفس الفكره بتاعت اللي انت قلتها لنا من شويه يا باشمهندس؟ اه، حاول تاخد الاستيفنر بتاعك ده بدايتك 10، خده 10 12. انت في الحاله دي انت كده مسيف ومش محتاج تعمل الشيكات بتاعت الكود، دايما هتلاقي الموضوع ده مسيف. الاستيفنر على ما انت مستهيفه كده وحاسه ان هو صغير، هو 10 مللي او 12 مللي، هو ده اللي هيسيف لي كل ال هيمنعني الباكلينج بتاع الفلانجه دي. اه، هيمنع لك الباكلينج بتاع الفلانجه دي. ليه بقى؟ لانك انت عايز تشد الفلانجه دي لبره، والاستيفنر ده رو لحم لك ما بين الفلانجه والويب والفلانجه، زي في الحاله دي فلانجه وويب وفلانجه، لحم القطاع كله على بعضه. فلما هو لحم القطاع كله على بعضه، هو منع لك الفورس، التنشن فورس اللي هنا هو تقريبا شالها. طبعا انت بتحط واحد هنا في الناحيه دي وواحد تاني استيفنر في الناحيه اللي ورا، تحط في الناحيتين، فهو تقريبا شال لك الفورس دي، ان هو شغال في الميشور اكسس بتاعه هو في الحاله دي اقوى
فالفورسز بتروح للحاجة الأقوى وتمشي فيها، هو ده أقوى حاجة فتروح رايحة له على طول، فده أسهل وأسلم حل بالنسبة لك في الفيلير ده. طبعا في حسابات كتير قوي اللي هو ازاي تحسب السكنس بتاع البليت وطول البليت بالنسبه للكور، بيديك معادلات كتير قوي، انا مش عايز ادخل نفسك، مش عايز ادخلك في المشاكل دي كتير لانها هتتعبك، يعني مش هي سهله، سهله التطبيق فيها جدا ما فيهاش اي مشكله، بس عشان توصل للنتيجه النهائيه هتلاقي نفسك ان انت لو كنت فرضت 10 او 12 مللي من الاول كنت رحت دماغك من كل الشيكات الكتير دي. فكل دي الشيكات دي مش محتاجينها قوي، زي ما قلت لك لو انت هتحط الاستيفنر عايز تحطه لطول معين حاول تكون اكبر من نص طول القطاع، ما تقلش عن كده، ده بالنسبه للاستيفن. طب ده بالنسبه لاول فيلير اللي هو الفيلير اللي كان بيحصل فيه التنشن زون. طب الفيلير اللي هو بيحصل فيه الكومبريشن زون، الفيلير ده عامل ازاي؟ الفيلير ده ما هو الا بيحصل عندنا نتيجه ثلاث انواع اللي هو الكريبلنج اوف كولوم ويب واليلدنج اوف كولوم ويب والسايد سوي باكلنج اوف كولوم ويب. قلت لك اللي فيه ثلاث انواع بتحصل من الفيلير في الكومبريشن زون. تعال نعرف على واحد واحد كده اهو. ده الويب لوكال يلدنج، يعني لو احنا اتكلمنا كده اهو، انا عندي الويب ده، الويب بتاعي ممكن وانا عمال اضغط عليه يحصل فيه كرمشه. الويب وانا بضغط في الحته دي كده اهو، الويب هنا اهو نتيجه اللي هو رفيع قوي يتكرمش. يعني ايه يتكرمش؟ يعني يحصل فيه كولوم فلان ديستورشن او يحصل حاله الديستورشن، هنتكلم عليها كده اهو. ويب لوكال كريبلنج اللي هو الكريبلنج او ديستورشن اللي هو كريبلنج نتيجه الويب، الكريبلنج اللي بيحصل في الويب هو ده الشكل بالظبط اللي بيحصل معايا. انا نتيجه ان انا حطيت كومبريشن فورس بيحصل كريبلنج في العمود اللي هو كان كرمشت العمود. طب عشان امنع الكرمشه دي اعمل ايه؟ في عندي برضو كذا حل، ان انا اروح حاطط بليته تانيه على الويب عشان امنع الكرمشه دي، يعني معنى كده ايه؟ ان انا تخنت الويب بتاعتي، بدل ما هي كانت السكنس بتاع الويب بس، لا انا حطيت كمان بلتة، بقت السيكنس بتاع الويب هو سيكنس الويب زائد البلتة اللي معايا دي. حل الحل اللي انا بفضله الاكتر بقى اللي انت تحط استيفنر بس سفلي، يعني انت بدل ما تيجي هنا اهو، تيجي هنا اهو تحط استيفنر سفلي، اللي انت تحط هنا استيفنر، يبقى في عندك استيفنر عروي في التنشن واستيفنر سفلي في الكومبريشن. ده حل تاني وحل لطيف جدا ولذيذ، ونفس الحل بتاع نفس حل التنشن زون. طيب في عندنا الفيلر التالت اللي هو بيحصل فيه الويب سايد سوي باكلنج. ايه الفيلر ده؟ اللي انت نتيجه اللي انت عملت هنا كومبريشن، فالفلانجه اللي ورا عايزه تقاوم الكومبريشن دي فما تقدرش تقاوم الكومبريشن، فتروح حاصله لها سايد سوي، تروح معوجه. عشان تمنع الفكره، تمنع برضو الفيلر ده، بتروح رابط بستيفنر عشان تمنع الفيلر ده من هو يحصل. فتلاحظ عندك اللي احنا لما بنحط ستيفنر في الفول هاي بتاع القطاع بيحدث، هو ده بيسيف لنا القطاع اكتر من مخاطر المومنت كونكشن. تعالى نعرف كده اهو اخر تشيك عندنا او اخر فيلر عندنا، وهو الديستورشن. يعني ايه ديستورشن؟ يعني كرمشه القطاع. طب عشان او نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عندي تنشن فوق وكمبريشن تحت، فالقطاع عندي بيروح لافف كده، فالحته دي بيحصل عندي فيها كرمشه، اللي القطاع عندي الويب بتاعتي بتتكرمش، بيحصل فيها زي كرمشه كده، انا جبت ورقه ورحت كرمشتها نتيجه اللي فيه تنشن فوق وكمبريشن تحت. عشان امنع ده عايز اعمل ايه؟ عايز اربط النقطه دي بالنقطه دي او النقطه دي بالنقطه دي عشان ما يحصلش اللفه اللي بيحصل في الويب دي. فعندي حلين، يا اما اجي اروح حاطط بلته، اروح حاطط حاجه في الدياجونال كده، اروح حاطط الستيفنر بس في الدياجونال. والحل ده ما بقاش مفيد قوي لان دايما في منطقه المومنت كونكشن مثلا بيكون هنا في سترات، فالسترات هيكون هيحصل كلاش مع الاستفتر. فايه اللي ممكن يحصل عندك؟ فانت ايه الحل الافضل؟ اللي انت تروح جاي، مش انت عايز تمنع اللفه دي، تروح جاي وحاطط بلته تانية في عند الويب، يبقى انت في الحاله دي منعت الديستورشن بالنسبه للويب. فده الحل التاني بالنسبه للويب. طبعا في المذكره اللي انا هنزلها لك هتلاقي فيها امثله كتيره مانيوال محلوله، انت ممكن تبص عليها كده تعرف الدنيا بتمشي ازاي لو انت عايز تحل حل مانيوال بالظبط. انا كده عملت لك ريفيو بالنسبه لايه؟ اللي انت لو انت عندك مومنت كونكشن بس انت عايز تعملها ويلدد كونكشن، لو هي ويلد هتصممها ازاي؟ نفس الفكره دي، الويلد نفس الديزاين بتاعه بتاع الشير، بس الشير انت مش هيكون عندك، لو احنا كنا بنيجي تشيك فوق كده اهو في المومنت، عايز اجي اقول لك كده لو انت عندك الوصله بتاعتك شير هتبقى عامله ازاي؟ لو الوصله بتاعتك شير وانت عايز تخليها لحام
كل اللي هتعمله ما فيش اي حاجه. شايف انت المومنت ده الغيه، شايف انت التي بي دي الغيها، شايف انت السي بي الغيه، يبقى انت ما عندكش كل الكلام ده غير شيل كل الام، خلي الام بزيرو في كل المعدات بتاعتك، يبقى انت ما عندكش غير تنشن او ما عندكش غير الشير اللي بيبقى موجود على القطع. وده الاثنين تشيك اللي انت بتتشك عليهم لو انت عندك الوصله بتاعتك سواء تنشن او شير. ده بالنسبه للويلدد كونكشن. طب تعالى كده نتفرج على البولتد كونكشن بتبقى عامله ازاي. خليني اقول لك كده البولتد كونكشن ما هي الا تقريبا نفس الفكره بتاعت الويلدد كونكشن، نفس الفيلير اللي بيبقى موجود في الويلدد كونكشن هو اللي هنلاقيه في البولتد كونكشن. طبعا البولتد كونكشن هي بيبقى فيها ويلد اصلا، فانت الديزاين بتاع الويلد انا شرحته لك في الويلدد كونكشن دلوقتي، وهنفهم بالظبط مع بعض ايه البولتد كونكشن الديزاين بتاع المصابيح. عندنا تو تايب من البولتد كونكشن، عندنا اكستندد اند بليد، عندنا حاجه اسمها فلاشد اند بليد. صراحه كده الاكستندد اند بليد هي اللي معترف بيها في الكود المصري اكتر. لو احنا جينا اتكلمنا على الفلاشد اند بليد، الكود المصري بيرفضها شويه، رافضها كمبدا، بس الكود الامريكي مش رافضها وبيتكلم عليها وبيصممها عادي خالص وما عندوش اي مشكله. ايه هي الاكستندد اند بليد؟ اللي انا عندي البليد طالع فوق الفلانجه، فده بنسميه اكستندد اند بليد. انت اللي عشان تعمل مومنت كونكشن لازم تمسك الفلانجات، الفلانجه دي لازم تمسكها بمسامير، فرحت انا حطيت صف مسامير علوي وصف مسامير سفلي عشان امسك الفلانجه. لكن لو انا عايز، انا عندي مشكله مثلا في الفينش، فانا مش عارف اطلع البيت ده فوق، فرحت عملت الحركه دي اللي هو فلاش اند بليد، اللي انا ربطت من الفلانجه من تحت بس في نفس الوقت اعتبرت ان الفلانجه دي ممسوكه مش هيحصل لها روتيشن. الكود المصري بيقول لك يعني ده ما بتبقاش فولي ريجيد كونكشن، دي بتبقى سيمي ريجيد كونكشن، فما بيعترفش بيها شويه في الديزاين بتاعه. لكن الكود الامريكي لا، ما عندوش حاجه اسمها ما اعترفش بيها، انا هعترف بيها بس اخد في اعتبار اللي هي سيمي ريجيد كونكشن مش فول ريجيد كونكشن، فمشاركتها بالمومنت بتبقى اقل من مشاركه الفول بنت، يعني اللي هي اكستند اند بليد. طيب تمام قوي، ده بالنسبه للتعريف يعني ايه فلاش اند بليد، يعني ايه اكستند اند بليد. في جميع الاحوال زي ما اتفقنا ان انت لازم الفلانجه بتاعتك سواء التنشن فلانج لازم تكون مربوطه، مربوطه بمسامير تصيبها بالحام. لو انت خدت بالك قطاع الاي بي مربوط في الاند بليد بالحام زي ما انت شايف كده في فيلت ويلد الحام، وبعد كده البليد ده مربوط بالعمود ببولت. عايز اوريك الصوره دي اهو بالظبط، دي الصوره ده اللي بيتورد للموقع بحقه حقيقي. كاميرا متلحمه في اند بليد، والاند بليد ده متخرم فيه الاخرام بتاعه المسامير، وبعد كده العمود اساسا متخرم فيه اماكن المسامير، بتيجي تركب تحط الاثنين دول على بعض، الجزئين دول على بعض، وبعد كده تحط المسامير بتاعتك، يبقى انت كده عملت الوصله دي. طيب لو انت عندك مومنت كونكشن، لو الوصله دي مومنت كونكشن، فانت هيتولد عليها مومنت، وفي عندك نورمال وفي شير. لو هي مومنت نفس الفكره بتاعه الديزاين بتاع الولد، المومنت ده انا قسمته على الدبس بتاع القطاع، اروح جايب تنشن فوق وكمبريشن تحت. ليه تنشن فوق وليه كومبريشن تحت؟ المومنت ده ديل السهم بتاعه في الاتجاه ده، عند ديل السهم اروح حاطط تنشن فورس، عند راس السهم اروح حاطط كومبريشن فورس. يبقى انا كده في الحاله دي في تنشن فوق وفي كومبريشن تحت. بعد كده انا اساسا عندي نورمال فورس على القطاع. طب النورمال اللي على القطاع ده المفروض اخده نص النورمال فورس تبقى في الفلانجه العلويه، ونص النورمال فورس في الفلانجه السفليه. يبقى انا كده استفدت ان انا حللت المومنت بتاعي على الفلانجه العلويه والسفليه، انما الفورس حلته على الفلانجه العلويه والسفليه. طب الشيل يا باشمهندس اوديه فين؟ الشيل زي ما قلت لك اللي بيشيله الويب بتاع القطاع. فانت عندك هنا الاثنين تشيك، عندك نفس التشيك بتاع الويل لان انت عندك اللحام ما بين الكاميرا والاند بليد، وعندك كمان التشيك بتاع المسامير. التشيك بتاع الويل احنا شرحناه بالتفصيل اللي هو هتلاقيه هو ده بالظبط، او نفس التشيك بتاع الويل هتلاقيه نفسه بيتكلم ازاي تفرد سمك، ازاي تفرد ابعاد الويل، ازاي تفرد سمك الويل، ازاي تاخد الستريننج اكشن، ازاي تعمل التشيك بتاعك، ده اللي احنا شارحينه بالظبط دلوقتي، ازاي تقارن بين الالاو بالستريس. التشيك بقى الاهم دلوقتي عندي زي ما قلت لك، لو التشيك عندك مش سيف، وده دايما اللي هيطلع معاك في المومنت كونكشن، اللي ممكن ما يطلعش معاك التشيك بتاع الفلانجه ان سيف، فده هتعمل فيه ايه؟ انت هتاخده فول بنتريشن جروب جروب. لو ده بالنسبه للويلد بتاع المومنت كونكشن. طب بالنسبه للبولت بقى، البولت بتبتدي تختلف شويه. انت بيبقى عندك فوق في الفلانجه العلويه مثلا نتيجه اتجاه المومنت اللي عندنا، بيبقى عندنا فوق في تنشن. انا قلت لك لازم عشان تعمل مومنت كونكشن الفلانجه العلويه دي لو انت شغال باكستندد اند بليد
لازم يبقى فوقيها صف المسامير وتحتها صف المسامير بالشكل ده بالظبط. طيب المومنت التنشن فورس اللي موجوده في الفلانجه العلويه دي مين اللي هيقاومها؟ انهي مسامير اللي هيقاومها؟ هل هيقاومها الست مسامير دول على بعض، ولا هيقاومها مسمارين بس، ولا هيقاومها اربع مسامير على بعض؟ انت عارف المسامير اللي حوالين الفلانجه هي دي اللي هتقاوم الفورس. يعني انا عندي الفورس دي تنشن فورس بتاثر في الفلانجه العلويه، فانت المسامير اللي حوالين الفلانجه دي هي دي اللي هتتاثر بالتنشن فورس. معنى ايه؟ معنى الصف العلوي والسفلي اللي تحت الفلانجه هو ده اللي هيتاثر بالتنشن اللي عندك. يعني الاربع مسامير دول هم دول اللي هيعملوا شيرنج للفورس بتاعه التنشن فورس في الفلانجه. معنى كده ان التنشن فورس اللي موجوده على الفلانجه هتتقسم على الاربع مسامير دول. فعشان كده قلت التي بتاعت التنشن اللي هيتاثر بيه المسمار الواحد هيبقى اللي هو التنشن فورس اللي هو اللي على الفلانجه مقسوم على الاربعه. يعني انا عندي هنا اربع مسامير. الكود بيقول لك قارن الموضوع ده ببوينت 6 تي. التي دي جت منين؟ احنا فاكرين الكود كان بيقول لنا في حاجه هنا اسمها تي اللي هي اسمها بري تنشن فورس. ده لو انا هشتغل هاي سترينس بولت فهاخد بوينت 6 من التي. طبعا انت خدت ليه بوينت 6؟ ده فاكتور اوف سيفتي، عشان لو المسمار انت ركبته غلط، ما عملتش التشيك صح، ما اللي في الموقع ما تشكوش اساسا على المسامير، ما حطيتش التورك اللي المفروض تحطه، فبناخد فاكتور اوف سيفتي اللي هو حوالي 40% عشان المسامير، عشان طبعا الكونكشن دي اخطر حاجه في المبنى، فبنسيب نفسنا شويه. ايه الار تنشن دي؟ الار تنشن دي لو انت عايز تشتغل في اوردينالي بولت اللي هي نون بري تنشن بولت، تروح شاي ما حاسب الار تنشن بتاعه المسمار وتتشيك عليه. ايه الار تنشن دي؟ لو احنا فاكرين الكود لما احنا اتكلمنا في الشير كونكشن كان في حاجه اسمها الار تنشن بالنسبه للمسامير، بالنسبه للاوردينالي بولت. اي الار تنشن اهي هي دي اللي كنا بنحسبها واحنا بنعمل الشيل، هي بالظبط اللي احنا بنحسبها لو احنا بنتكلم على المومنت كونكشن. بس عشان انا هنا عندي المسامير معرضه لتنشن فورس، فبحسب لو انا هستخدم اوردينال بولت هستخدم ار تنشن، لو انا هستخدم هاي سترينث بولت او بري تنشن بولت هستخدم بوينت 6 اتي. طبعا ار تنشن كاتبها لك هنا اهو القانون بتاعها كله. ايه الحسبه دي؟ البوينت 7 في الاريا بتاعه المسمار دي كاني بالظبط جبت الاريا من الجدول هنا. الاريا المعوضه دايما بتبقى 0.7 من الاريا التوتال. يعني لو انا عايز اجيب الاريا دي ممكن اضرب الاريا التوتال في 0.7 تقريبا، يعني بتبقى 0.7 و0.75. تمام، فانا كده حسبت الاريا بتاعتي زي ما انا كاتب لك هنا. تي ممكن تجيبها من جدول صفحه 106. طب تمام قوي، انا كده جبت التي وعندي انا القانون بتاعي بيقول لي ان الفورس اللي على المسمار بتساوي تي على التي بي، منها المفروض الكلام ده يكون اقل من الار تنشن. انا لو سويت القانون ده بالار تنشن وخليت الفاكتور وخليت الاريا بتاعه المسمار عامل هو ده اللي مجهول عندي، فمن هنا اقدر اطلع الفاي. من الفاي دي اقدر ان انا احدد كتر المسمار. يعني لو انا عايز احدد كتر المسمار انا محدد العدد اوريدي خلاص، فانا عارف ان هم اربع مسامير بس فوق، اروح مع اتعوض في القانون ده اجيب الفاي بتاعه المسمار. والعكس لو انا عايز احدد عدد المسامير اروح انا فارض كتر المسمار واخش في المعادله بتاعتي افرض كتر المسمار، يبقى انا عندي وفر ويبقى الفاكتور اللي انا عايز اجيبه هو الاربعه دول اخليها ان، واجيب الفاكتور اللي اسمه ان ده كام مسمار. طبعا انت عندنا بتقرب للاكبر، بنقرب عدد المسامير للاكبر، بنقرب الفاي بتاعتنا للاكبر، وكمان بنحاول نخلي الكونكشن سيمتري. لو انت هتحط اتنين مسمار فوق يبقى لازم تحط اتنين تحت، ما ينفعش تحط لي ثلاثه اتنين هنا وواحد تحت، ما ينفعش، لازم يبقى اتنين فوق واتنين تحت. ده بالنسبه للمسمار. طيب حلو قوي. بعد كده بوجه يقول لك لو انت عايز تفرض الدايمنشن، ده بالنسبه للمسمار عموما، ده لو انت عايز تعمل حسابات المسمار، لو انت عايز تفرض الوصله بتاعتك. باجي بعد كده بقول لك بقى ازاي تفرض الاند بليت. حاول دايما تفرض الاتش ويب بتاعت الاند بليت اكبر من الهايت بتاع من الهايت بتاع البيم بتاعتك بحوالي 100 مللي، 50 فوق و50 تحت. الويدث بتاع الاند بليد بتفرده اكبر من برضو العرض بتاع الفلانجه بتاعتك بحوالي 50 مللي، اللي هو 25 على جنب اليمين و25 على جنب الشمال. طبعا دي شويه ارقام امبيريكال افتراضيه ممكن تعرفها ممكن تساعدك لو انت عايز تصمم بيها. لاحظ بقى في البولت كونكشن بيتولد عندي فيلير مختلف شويه. ايه هو الفيلير ده؟ نتيجه اللي احنا بيحصل عندنا كولوم فلانج بيلدنج ينتج ايه؟ انت المفروض الوصله عندك بتبقى بالشكل ده، لقينا لا الوصله بتبقى عامله كده، ان الاند بليت اساسا بيتني، ممكن يتني نتيجه ان انا عندي تنشن فورس. فلو انا اعتبرت دي كاميرا وده السبورت بتاعها اول مسمار وده سبورت بتاعها تاني مسمار وفي النص
وفي في النص تنشن، فالتنشن ده هيولد لي فورسز بي هنا اهو وبي هنا اهو. طبعا المسمار الواحد عليه تنشن من اللي احنا حاسبينه من فوق اللي هو التي، التي ده على الاربع مسامير، لو دول الاربع مسامير بتولد عليا حاجه تانية زياده اللي هي اسمها براين فورس. ان انت نتيجه ان الاند بليد ده حصل له التانية دي، فهو عمل انضغاط في النقطه دي، وعمل انضغاط ضغط في النقطه دي. الانضغاط ده اسمه بي، سميته انا بي، وليه معادله في الكود. البي دي تتقلب على المسمار ببي في نفس في الاتجاه ده، تتقلب على المسمار في بي في الاتجاه ده. فبقت المسمار الواحد مش شايل بقى التنشن ده بس، لا ده شايل حاجه اسمها بي اللي هي بري براين فورس، اللي هي نتيجه الميله بتاعت او الديفليكشن اللي حصل في الاند بليد. البي دي معادله طويله كده اهو، بتبقى فاكتور في التنشن المتوالد على المسمار، لازم تكون اكبر من او تساوي زيرو. لو طلعت القيمه بتاعتك بالنيجاتيف يبقى البي بتاعتك بزيرو اصلا، مش موجوده معاك. لو انت طبعا خدت البي دي في الاعتبار، فانت بتروح جامع التي اللي متولده على المسمار زائد البي، بس بتقارن المره دي بوينت 8 تي. لو انت واخدت بالك انا المره اللي فاتت كنت بقارن ببوينت 6 تي، كنت واخد فاكتور اوف سيفتي 40%. المره دي عشان خدت معايا فاكتور زياده زي ما الكود معودنا، يروح مقلل لك الفاكتور اوف سيفتي شويه وخلاها 20% من 40% اللي هو خد البوينت 8 تي. طبعا الار تنشن زي ما هي مفيش مشكله. طيب لو انت عايز تصمم التي بليت بتاعتك، التي بليت بتاعتك بتروح فارض المنطقه دي كانها هنا في سبورت وهنا في سبورت، وتروح حاسب المومنت. المومنت بتاعك لائمة بيكون البي في الايه اللي هو قيمه البرانج فورس في المسافه ما بين المسمار والايدج ديستنس بتاع المسمار، او لو انت عايز تحسب الام 2 من هنا اهو، فانت لو وقفت هنا اهو هتقول البي في الايه ناقص التي في البي اللي هو التي في البي. لو انت عايز تحسب من هنا اهو فانت بتقول البي في الايه ناقص التي في البي زي الاستراكشر بالظبط. فانت عندك ام 1 وام 2، شوف مين اكبر ما بينهم وتروح معوض في القانون ده اللي هو بيقول التي بتاعتك، عايز اجيبها لك مره واحده، تروح معوض في القانون ده. لو انت عايز تجيب التي دي اللي بعدها هتلاقي ان لو انت جبت التي دي هنا اهو والاف ده هنا اهو، تبقى التي بتساوي الجذر التربيعي ل6 الام على الاف. الاف قلقه ده اللي هو بوينت بوينت 72 اف يلد في الدبليو. الدبليو دي بتاعتك اللي هي ايه؟ الدبليو اللي هي المسافه اللي بتتاثر بيها المسمار، اللي هي نص العرض بتاع نص العرض بتاع البليت، او ممكن تاخدها في شريحه 1 ملي او 1 سنتي. فده بالنسبه لحسابات التي. طبعا التي بليت بتبقى حوالي قطر المسمار زائد 4 و6 ملي. طبعا التي بليت المعروفه ما بتقلش عن 20 ملي، بس في كل الامريكي بيوصل بالتي بليت اللي هو ممكن يخليها 10 او 16 ملي عادي مفيش مشكله. ده بالنسبه لحسابات المومنت كونكشن، ده بالنسبه للبولت كونكشن. طب هل احنا هنشتغل بالطريقه دي ولا هنعمل حاجه تانية؟ هل احنا هنعمل مانيوال؟ لا احنا مش هنعمل مانيوال طبيعي طبعا، ده الشغل الطبيعي اللي بره ومحدش بيشتغل مانيوال دلوقتي قوي، بس انا بحب اشرح لك مانيوال عشان تكون فاهم الكونسبت. قليل قوي من الناس اللي شغالين بره دلوقتي اللي هما بيكونوا فاهمين المانيوال مع البرامج، بس انا عايز اوصلك بصراحه ان انت تكون فاهم الاكسلات او البرامج بتاعتك مع الديزاين مانيوال اللي انت بتشتغل بيه، تكون عندك الكونسبت. انت مش لازم تعرف المعادلات بالظبط، مش لازم تحفظ المعادلات، لكن على الاقل انت عارف الفورسز مسارها ماشي ازاي، المسمار بيشيل قد ايه، لو انا عندي فورس اقسمها على عدد المسامير ازاي، اطلع عدد المسامير في الوصله بالتقريب كده. لو انا عندي مومنت كونكشن فانا عارف اللي لازم يبقى فيه صف مسامير فوق وصف مسامير تحت حوالين الفلانجة، فبيبقى في حاجات شويه حاجات بيزكس كده لازم تكون عارفها. هو ده اللي بهتم بيه شرحه في الدبلومه بتاعتنا برده مع البروجرام، عشان تبقى انت مهندس مهندس تصميم متكامل، ما تبقاش في حاجه ناقصه. نرجع بقى زي ما احنا متعودين ان احنا في حاجه عندنا الاكسلات هي بتساعدنا كتير قوي في الموضوع ده. عندنا اول اكسل عندنا اللي هي بتتصمم لنا الشير كونكشن. كل اللي انت بتعمله انت بتحدد الستيل جريد بتاعت اللي انت شغال بيه، تاني حاجه بتروح مدخل له القيمه بتاعت الشير، وليكن الشير بتاعتك 5 طن، واروح قايل له هنا بيقول لك هل هتستخدم المسمار بتاعك 12 16 18 ايا كان كتر المسمار اللي انت هتستخدمه، وليكن هتستخدم 12 او 16. الجريد اللي انت هتستخدمه ايه؟ 4 و6 كل الجريدز اللي احنا بنستخدمها هي هنا، وليكن انا هستخدم 8 و8. بيجي يقول لك التي بتاعت السكندري بيم حط له السكنس بتاع اقل سم اقل حاجه انت بتربط ما بينهم. لو انت بتربط ما بين اي بيم وعمود حط له اقل السكنس الاقل، وليكن السكنس 6 مللي. بيجي يقول لك الاتش بتاعت القطاع بتاعتك، وليكن الاتش بتاع القطاع بتاعي 400. هتلاقي هو دلوقتي بدأ يحسب لك، قال لك استخدم 2 ام 16 جريد 8 و8، ولو انت هتربط ما بين العمود والكاميرا
بانجل، فانت استخدم انجل 60 في 6، وطولها ال مينيمم اللي هو الطول ده اللي هو 96 ملي متر. ده لو انت بتعمل مثلا كاميرا سكندري على كاميرا ميل. طب لا، انا مش بعمل كاميرا سكندري على كاميرا ميل، انا بعمل وليكن كاميرا اصلا في دور، كاميرا سكندري على كاميرا ميل، فانت هتستخدم الشكل ده. لا انا مش عايز اعمل كده، انا عايز مثلا اتشيك على استرات، الوصل ما بين استرات، ولو احنا بنتكلم في الموديل بتاعنا مثلا، الوصل ما بين الاسترات ده والرافتر، والوصله دي كانت انجل مثلا، وانا عايز اشوف الكام هتسيب لي بكام مسمار، اروح اشتغل في الاكسله دي. ده الكونسبت اللي انا دايما بحب اشتغل بيه، ان انا بقول لك الاكسلات اللي انت معاك استخدمها في كذا حاجه، بس ما تتوقفش على الشكل اللي هو بيديهولك، لا استخدمها. دي شير كونكشن، اي شير كونكشن تقابلك ممكن تستخدم فيها الاكسله دي عادي، مفيش اي مشكله. انت حاول تساعدك قوي الاكسلات دي هتساعدك قوي، غير كده هتساعدك جدا كمان في الاخراج بتاع الكالكوليشن نوت، ودي هنتكلم عليها وليها محاضره لوحدها، ازاي تخرج الكالكوليشن نوت وتعمل كالكوليشن نوت محترمه تفيدك في البروجكت بتاعك. ده بالنسبه للشير كونكشن. طب تعالى بالنسبه للمومنت كونكشن بقى. ده مومنت كونكشن، اول حاجه بيجي يقول لي هتعملها كيس ايه ولا كيس بي. طبعا احنا شغالين كيس ايه، عشان احنا في الموديل بتاعنا دايما بنشتغل على دايما ضاربين في بوينت 8 3 3، يبقى انا كده عرفت الكيس بتاعته. طيب حلو قوي، هيجي بعد كده يقول لك عندي حاجه مومنت وشير وتنشن المفروض تدخلهم لي، وبيجي بيقول لك لو انت التنشن عندك، لو انت النورمال فورس كومبريشن، فانت حط لي النورمال فورس بتاعك بالنيجاتيف. طب تمام قوي، تعال بس اعرفك قبل ما اشتغل شويه كده شكل المومنت كونكشن بتبقى عامله ازاي. ده شكل المومنت كونكشن، لو انا عندي اي بيم كده واحط مسامير فوق ومسامير تحت. طبعا المينيمم عندي اللي انا دايما بستخدم اربع مسامير فوق واربع مسامير تحت، واللي انا ما اخليش هنا في ايدج ديستانس ما بين الاند بليت والاي بيم، تبقى على حرف الاي بيم بالظبط. طبعا بنعمل الحركه دي ليه؟ عشان نوفر شويه في القطاع. لو انا عايز اصمم الوصله دي، لو انا بصمم الوصله ما بين ادي ده رافتر وده عمود، الوصله ما بين الرافتر والعمود، اول حاجه هروح اعمل ران، واروح محاسب، واروح جايب الكيس بتاعت الانفلوب، واروح شايف المومنت بتاعي. تعالى بس نشوف المومنت بتاعنا، هو الموديل مهنج شويه. لو انا جيت على القطاع ده كده اهو على الرافتر، وكليك يمين، بدات اشوف المومنت بتاعي بقى شكله عامل ازاي. لقيت لو انا جبت هنا التان متر، لقيت ان اقصى مومنت عندي هو 13، اقصى مومنت اللي هو 13 واقل مومنت اللي هو 4. يعني انا عندي مومنت 13 وعندي مومنت 4. لو انا جيت في ال 13، فانا هروح جاي مثلا شايف الحاله بتاعتي فين ال 13، وليكن ديد والويند، لقيت اللي هي دي ال 13. بس خلي بالك انت ممكن تلاقي مثلا، انا عايز اعدي على كل الحالات كده اهو. انت هنا عندك يعني، انت عندك هنا اهو زي ما احنا كنا جايبين الحالة بتاعتي. معلش، الحالة بتاعتي كانت 13، وليكن هنا اهو ده 16، بس نشوف احنا واقفين فين، احنا واقفين في النقطة دي او النقطة دي ايا كان. فدي ال 16، ده ال 16 متر تن. فانا عشان اصمم ال 16 ده هروح جاي ايه، هروح مدخل المومنت بتاعي 16 متر تن، واروح جاي بالشير. الشير بتاعي كام؟ 6. الشير اروح مدخله 6، ومثلا النورمال بتاعي بكام؟ اروح جاي انا شايف الاكسيال، النورمال بتاعي 0.7 في النقطة دي، 0.7، واروح شايف انا هستخدم مثلا مسامير ام 20، وليكن ده افتراضي في الاول، والجريد بتاعها 8.8. طب الاند بليد بتاعي، لو انا القطاع بتاعي الرافتر كان في المنطقه دي 700، فالرافتر ال 700 انا عايز ابعد فوق حوالي 100 وتحت حوالي 100، يعني بنتكلم في 800 او 850. انا هفرضها 850 اللي هي 85 سنتي. البي بتاعتي، لو انا شفت هنا اهو الوصله دي مثلا، البي بتاعتي انا هعملها هنا 140، فانا هروح مدخل هنا اهو البي ب 140 اللي هو 14، وابتدي اشوف. هنا بيجي يقول لي عدد المسامير اللي انت هتستخدمها كام. انا قلت له بير كولوم في العمود الواحد حط لي 2، فانا قلت له هنا 2 اللي هو عدد المسامير بير كولوم،
قلت له هنا كل المسامير بتبقى 8، يعني انا حطيت فوق 2 وتحت 2، يعني 2 و2 و2 و2، يعني 4 في الفلانجة العلوية و4 في الفلانجة السفلية. فانا دخلت له ان كل في التنشن سايد في 2 مسمار، وفي كل المسامير على بعضها 8، فهو حسب لي كده، هو اللي انا حطيت مسمارين فوق ومسمارين تحت. طب حلو قوي. بعد كده بيجي بيقول لي حاجة اسمها Y1 و Y2 و Y3 والكلام ده. لو انت بصيت في الرسمة هتلاقي Y1 المسافة ما بين تحت خالص لغاية أول صف المسامير، المسافة بين تحت خالص لتاني صف المسامير، وهكذا. ده بيعمل منها ايه؟ لو انت عندك مومنت، فالستريس على شكل الاستريس بتاع المومنت بالشكل ده. الصف الاولاني بتاع المسامير ده يشيل استريس من فين لفين؟ يشيل استريس من، لو انت بصيت من اول القطاع خالص لغاية نص المسافة ما بين الصفين المسامير، فهي دي المسافة اللي بيحسبها، اللي بيشيلها المسمار. الاستريس ده هو الحتة دي هو اللي بيشيل المسمار. فهو بيروح جايب F1 والF تنشن، ويروح حاسب الاريا دي ويقول لك هو ده الاستريس اللي بيشيل المسمار، ومن الاستريس ده يروح محول الاستريس ده لفورس، والفورس دي بتتقسم على الاثنين عشان دول صفين مسامير. فاحنا بنكون محتاجين الوايات دي. لو انا كنت راسم لك الكونكشن دي، فاول واي عندنا 82، فلو دخلنا هنا اهو، لا على اساس ايه؟ اللي انا حفرت الايدج ديستنس ما بين اول صف مسامير والبليت 30، اللي هو كام؟ 1.5، 1.5 الفاي. انت عندنا الايدج ديستنس بتبقى 1.5 الفاي، لو انا 20 في 1.5 في 20 هتطلع حوالي 25، لو انا قلت 1.5 في 20 هتطلع لي 30 بالظبط. لكن المسافه بين كل صف مسامير والمسامير اللي بعديه، الكود بيقول لك خد المسافه دي لا تقل عن 3 الفاي. ف3 الفاي هو لا تزيد عن 6 او 7 الفاي. ف3 الفاي 3 في 20 ب 60 تقريبا. فانا ممكن زودت شويه ووصلت اللي هي 90، يعني حوالي 4 او 4.5 الفاي. المسافه من هنا لهنا فاضيه لان مفيش اي ستريسز، فبسيبها فاضيه. واجي اروح حاطط نفس الاربع مسامير اللي انا حطيتهم فوق حطيتهم تحت. ليه بقى؟ لان ساعات في المومنت، لو انت لاحظت كده، ساعات في المومنت بيحصل ايه؟ ان في كيسز يبقى المومنت في الحاله دي فوق، كيس تانية تلاقي المومنت تحت. احنا عايزين نصمم الوصله بتاعتنا على كل الكيسز، سواء كان المومنت شويه فوق او شويه تحت. يعني انا عايز اجيب لك حاله كده المومنت يبقى فيها تحت، مثلا الحاله دي تمبريتش، المومنت اصلا تحت في نفس البوينت دي تحت، مش بنفس القيمه بس احنا بنوحد وبنخلي الفورسز نفس عدد المسامير اللي فوق تبقى هي نفس عدد المسامير اللي تحت، عشان نوحد الكونسبت بتاعنا. فانا دخلت في الواي 1، انا كنت حاسبها من هنا اهو، ده هتبقى 82، المسافه من هنا لهنا 82، اروح مدخلها في الاكسل بتاعي بكام؟ 82 82 سنتي. الواي 2 اللي هي الصف الثاني بتاع المسامير اروح شايفه، اللي هو 73 73 سنتي. الواي 3 بتاعت المسامير بتاعتي اللي هي تبقى من هنا لهنا، اللي هي 120 سنتي، 120 يعني 12 سنتي، اللي هي تبقى هنا 12 سنتي. واروح بس كده، انا خلاص حطيت كل المسامير بتاعتي، ناقص بقى اخر صف اللي هو هيبقى كام؟ هيبقى 30، اروح مدخله اللي هنا هتبقى 30. طبعا انا ما مهتمش قوي بال 12 وال 30، انا اهم حاجه عندي المسامير المعرضه للتنشن. المسامير اللي تحت دي لو انا صممت ده على تنشن كبير، فانا صممت ده على يعني لو خدت عدد المسامير اللي هنا صممتها على ال 15 متر طن، ده التنشن اللي هنا، فتحت انا عندي كومبريشن اصلا. لكن لو المومنت قلب فالقيمه اصلا اصغر من 15، فنفس لو انا خدت عدد المسامير اللي فوق حطيتها تحت، فكاني صممت الوصله مرتين يعني. تمام، انا كده ببص لقيت عندي ايه بقى؟ لقيت ان انا عندي اول صف مسامير ده سيف، تاني صف مسامير ده انسيف. ليه بقى؟ لو انا شفت المسمار الام 20، لو انا خليت ده الجريب بتاعي 10 و9 عشان اكبر المسمار بتاعي، لقيته اللي هو سيف. لو ما كبرتش المسمار، لو انا مش عايز اكبر الجريب بتاعي، ممكن اروح مقلل المسافه دي شويه، بحيث ان اللي يبقى الاريا اللي يشيلها المسمار، الاستريس اللي يقيله المسمار اصغر شويه. فانا اقلل المسافه دي، اخليها بدل 3، اخليها ازودها سوري، بدل 73 اخليها مثلا ايه 76 او 77. فمعنى كده ان انا عليت المسمار ده لفوق شويه، قربته ما بين الصف اللي فوقي، فالدنيا تبقى محكومه اكتر. دي الطريقه اللي انت تخلي بيها المسمار سيف، لما انت تكبر الجريب بتاع المسمار او تكبر القطر بتاع المسمار نفسه، او تخلي المسافات ما بين المسامير اصلا اصغر شويه، تصغر المسافات. طب بعد ما انت خلصت هيجي يعمل لك التنشن فورس، ويحسب لك الشير، ويشيك على الشير، وبعد كده يشيك على الاند بليد، وعايز يحسب السكنس بتاع الاند بليد. ايه الاي دي؟ الاي دي المسافه ما بين الايدج ديستنس والمسمار، المسافه من هنا لغايه الاخر. فاحنا المسافه دي بنقولها 30، احنا حاسبينها هنا 30. فدخل المسافه دي هنا اهو، وليكن هنا دي تبقى 30 ملي، وتشوف هيحسب لك، هيقول لك ان انت عندك مسمار حسب هو المومنت اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الـ في الـ
في البي دي اف حسب المومنت، وبعد كده راح جاب لك التيب ليت القانون اللي انا قلت لك عليه 6 ام على الاف على الاف الاوبل في الواحد متر اللي او الواحد سنتي اللي انت بتح الشريحه 1 سنتي اللي انت بتحسب عندها. طلع لك ان السكنس بتاع البليت 20 مللي، ودي دايما بتبقى اقل سكنس للبليت في الكود المصري. في الكود الامريكي ودي اللي احنا هنتعرض لها المره الجايه ان شاء الله، انت ممكن تخلي سكنس البليت 10 او 12 او 16، وده بيتحكم برضو عن طريق البروك كده. يبقى انت معاك الاكسلات دي انا هرفعها موجود معاك، ما فيهاش اي مشكله، سواء الشير كونكشن ودي اكسلايه لطيفه جدا، سواء المومنت كونكشن ودي اكسلايه برضو لطيفه جدا. في عندنا اكسلايه بس دي اكسلايه مش كامله قوي، انت تحسب لو انت عندك صفين خط الحام كده اهو، ازاي تحسب هل هما سيف ولا ان سيف، بتدخل النورمال فورس والشير فورس والسمك بتاع الويلد والطول بتاع الويلد، وهو بيحسبها لك بيقول لك سيف ولا ان سيف سواء في النورمال او الشير. دي حاجه لو هي حاجه راندم كده وسريعه، لكن لو انت عندك اي شكل معين عايز تعمله ممكن تعمله بايديك، فما فيهوش اي مشكله. احنا كده بقى اتعرضنا مع بعض على المومنت كونكشن وازاي تصمم المومنت كونكشن بالاكسلات. هيبقى ناقص لنا بس بالظبط ان شاء الله في تصميم المومنت كونكشن ازاي تصممها بالبرامج. فان شاء الله المره الجايه عايزين نتكلم مع بعض عن المومنت كونكشن ازاي تصممها بالبرامج. النهارده اتكلمنا مع بعض المومنت كونكشن كامله، ازاي تعملها بايديك، ازاي تشتغل فيها مانيوال، ازاي تستخدم الاكسل في الديزاين بتاع المومنت كونكشن، ازاي تطلع المومنت من المومنت اللي انت هتصمم عليه المومنت كونكشن من الموديل. انت عندك بيبقى عندك الوصله دي بتبقى مومنت كونكشن، الوصله دي برده بتبقى مومنت كونكشن، فانت تيجي على الرافتر بتاعك وتيجي تقف وتشوف عند النقطه دي اللي هي النقطه الحمراء دي هتبقى هنا المومنت عندك بكام، وعند الناحيه الثانيه تبقى المومنت عندك بكام، ومن الحاله دي تقدر تصمم المومنت كونكشن بتاعتك فيش بسهوله ومفيش اي مشكله. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله يا باشمهندسين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.